مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة درمان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الخاصة والاستثنائية. سعيد جدا أن يكون معي داخل الاستوديو اثنين من الشباب المميزين لنتسامر وإياهم في بعض هموم أغنية الطنبور. وسعيد جدا أن نكون في حضرة قناة أم درمان الفضائية. هي دروب محبة سرناها سويا، وهذا اليوم سيكون درب خاص ومختلف جدا عن تلك الدروب التي سرناها. كما ذكرت ستكون هذه حلقة بمثابة عيدية لكل مشاهدي قناة أم درمان الفضائية أينما كانوا في شتى أنحاء المعمورة. سعيد جدا أن يكون معي المعز عبد الله علي عبد الله، والمعروف بالمعز تبت. أهلا وسهلا بك المعز. أهلا وسهلا بك دكتور صلاح الرشيد، وتحية لمشاهدين قناة درمان في كل رحاب الوطن العزيز، وكل عام وجميع المشاهدين بألف خير وعافية إن شاء الله. مرحب بك. أيضا معي الفنان الجميل الشاب بكري بشير صالح أبو زيد، وهو من مواليد قرية دبة الفقرة بالولاية الشمالية محلية الدبة. أهلا وسهلا بك بكري بشير. أهلا بك أستاذ صلاح الرشيد، وأهلا بقناة درمان الفضائية، ونقول كل سنة وأنت طيبين للمشاهدين، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل على المشاهدين. مرحب بك. يزين ويجمل هذا اللقاء أو هذه السهرة على الإيقاع الفنان الجميل محمد حسنين. أهلا وسهلا بك. مرحبتين دكتور صلاح الرشيد، ومرحب بقناة درمان، وكل سنة وأنتم طيبين. مرحب بك ومرحب بكم جميعا في هذه السهرة. المعز، أنت تبت دي جات من وين أول حاجة كده؟ عرفنا عليها أنت المعز تبت. المعز تبت، المعز عبد الله علي عبد الله الأمين. الأمين ده اللي هو يهو تبت زاز. تبت دي بلغة المحس، برطانة المحس. تبت معناه حداد، وأنا جدي كان حداد، صلح المناجل والطوارئ، كان شغال في المحس، رحل من العفاظ اشتغل في المحس فترة، والمحس بيقول يقولوا ماشيين لي تبت جايين من تبت، نظام إنه هو عنده الحداد. لما رجع على العفاظ الناس عرفوا انه هو لغبه تبت ياهو الحداد، فبيقول يقولوا تبت جدي ابو ابوي علي تبت، ابوي الله يرحمه عبد الله تبت، جات معاينا تبت، العائله كلها عائله تبت. نعم. طيب رايك شنو في 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 الكثير من الشباب بيقرنوا اسمائهم بمناطقهم؟ ما تلقى مين البرصه، مين اسلي، مين جنتي، يعني هسه في جنتي انا بعرف انه في هيثم جنتي اثنين، هيثم جنتي، فما عارف ديل في الرزوم كيف يعني من ال... أيوة صحيح. رايك شنو في 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 اقتران اسم الفنان بمنطقته؟ انت هسه اسمك، وحتى بكري برضه نفس الشيء، يمكن السؤال برضه حنوجهه لبكري لانه جاب اسم ابوه يعني ما جاب منطقته يعني. والله طبعا اسم انه الفنان يقترن اسمه باسم المنطقه دائما بيكون شرف للفنان. اي زول بيتمنى يقولوا انه مثلا نفسي انا لو ما كان في مرتضى العفاض عبد الواحد العفاض كان ممكن اسمي نفسي المعز العفاض. يلا طيب ما هسه عاد في اثنين، هسه انا ما غديتك مثال قبل شويه، في اثنين في جنتي هيثم جنتي. اي صح، هيثم جنتي دي ما تسبب اشكاليه في عثمان وهيثم حسن يوسف، في كان اختلفوا في الحتات دي كثير، هيثم وهيثم، هنا الاثنين من نفس المنطقه والاثنين اسمهم هيثم، لكن هيثم جنتي اطلقت عليه هيثم عثمان، هيثم الثاني ذاك اسمه هيثم حسن يوسف، هو كل الناس قاعد تعرفه هيثم حسن يوسف. الناس الجمهور اللي بيجوا يقولوا هيثم جنتي ليه ده وهيثم جنتي ليه ده، عملت اشكاليه. نعم نعم. ما بكري رايك شنو انت في الموضوع ده؟ لا يا اخي انا ما عندي راي، بحلف بكون غيري راي اخونا المعز. الحقيقه اصلا مسميات، هي فنان يعني بيكون حسب منطقته بيسمى حسب، لكن يكون فنانين في منطقة فدي مشكلة والله خاصة في نفس يعملوا نفس الاسم يعني. نعم. نعم. التخلق إشكالية. نعم نعم. نعم. طيب أنت والمعز الاثنين مولدين في سنة واحدة عام 92. نعم. أنت سبقت المعز بسنوات طويلة
طب بديت بدري وقلت قبل حتى ما يعني تبلغ زي ما انت حسب ما حدثتني يعني. الحكايه دي جات من الاسره فيها الجانب الفني ولا كده براء قمت؟ والله انا عند اخوي هيثم بشير له التحيه من هنا، يعني هو كان بغني بيزف لكن بقول عليه فنان محلي. نعم. فشنو انا يعني اختبصت منه الحياه دي. بعد ذاك جيت المشاركات بتاعت المدرسه، الاولاد المدرسيه يعني هي اللي وردني المشاهد يعني مشارك بها في مهرجانات الالات الثقافيه كده. بعد ذلك انتقلت جيت خرطوم للكاسيت الاول. نعم. انت انتجت عده شرايط كاسيت يعني انت ثلاثه كاسيت عندي الكاسيت الاول. انا لما جيت اسجله يعني الجلسه صوتي في المصنفات الادبيه. نعم. فابي يديني الشهاده عشان كان السن صغير. اي ما بديك الا صار السن الرشد يعني. نعم. فاخذت شهاده بتاعت استثناء وانا عندي يعني القدره على اني اسجل الشريط. سجلت الكاست الاول. بعد جيت ثاني صرت السن الرشد حتى اجلسه صوتي ثاني. نعم. معز نغني. طب خلينا انت ما في مشكله رغم انه بكري صافقنا في المجال. ما انتوا الاثنين مولودين عام 92 يعني انتوا في سنه واحده على فكره انتوا مولودين الاثنين في سنه واحده صحيح؟ والله في سنه واحده في العمر لكن هو اكبر مني في المجال في الغنى في الوسط. لا لا يعني بعد اذنه انه انا اقوم ابدا. بكري سمح لك انه تبدا خلاص. ما في مشكله انا هغني عامله كيف؟ كلمات والحان دكتور رامي قسم السيد. فعاملة كيف دي كانت أنا عندي كاسيت واحد كانت اسمها الكاسيت. نعم. نحيي الدكتور رامي. نحيي له رامي قسم السيد ونقول كل سنة عبد الرسول ابن الشاعر الكبير الراحل قسم السيد عبد الرسول ونقول له كل سنة وأنت طيب. طمنيني عليك شوية عاملة كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية كيف طمنيني عليك وحتى لو فارقت دربنا بيك مهتم يا بني يا كيف الدنيا بيك عليك شوية عاملة كيف الدنيا بيك عليك شوية وحتى لو فارقت دربنا بيك مهتم عاملة كيف الدنيا بيك ويا حبيبة إن شاء الله عافية كيف الدنيا عاملة كيف الدنيا بيك ويا حبيبة إن شاء الله عافية كيف الدنيا بيك واسمحي لي كمان أعاد بيك وأحكي لك شوقي الخرافي اسمحي لي كمان عادك واحكي لك شوق الخرافي اصلي ما ظنيت نخيلك يوم يقوم غير في ضفافي اصلي ما ظنيت نخيلك يوم يقوم غير في ضفافي ماني مصور افارقك واكتبك للناس قوافي كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شويه عامله كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شويه حتى لو فارقت دربنا بيك مهتم يا بنيه عامله كيف الدنيا بيك عامله كيف الدنيا بيك كيف بدوني مشت خطاكي عامله كيف الدنيا
كيف الدنيا بك وكيف بدوني مشت خطاك كيف لو بيدي بضولك وابقى نجمات في سماك عاملك كيف الدنيا بس عشان القاك سعيد وما اكون اسباب شقاك عشان القاك سعيد وما اكون اسباب شقاك داير ابعد عن طريقك وفي بعادي اكون معاك كيف الدنيا بيك خليني عليك شويه عامله كيف الدنيا بيك خليني عليك شويه وحتى لو فارقت دربي نبيك مهتم يا بني يا فيد لو لسه جواك لهفة الريد القديمة عملك كيف الدنيا بيك ومهما تبقى الدنيا خاينة نبي وفاي شرغي عملك كيف الدنيا بيك انت صارك يوم تحس انه في نظرك هزيمة صارك يوم تحس يوم احس ابقى في نظرك عزيمه اعتذارك يبقى اجمل يبقى لي معناه قيمه عامله كيف الدنيا بيك منين عليك شويه عامله كيف الدنيا بيك منين عليك شويه حتى لو فارقت دربنا بيك مهتم يا بني شكرا شكرا للمعز تبت او تبت المعز تبت تبت مش كده وليس تبت تبت نعم بكري نعم انتوا يمكن يكونوا اخر جيل هسع في اغنيه الطنبور في عده اجيال سبقتكم في اتهامات كثيرة موجهة لجيلكم ده بالتحديد ويمكن يكون الجيل سبقكم بالتحديد نحن الدنيا عيد ما دارين نثغر عليكم بالاتهامات الكثيرة لكن ده رأي الشارع يعني أرجو أن تتحملوني شوية يعني بيقولوا أنكم أنتم كسلانين وكل همكم العداد فقط يعني ما قاعد تغنوا من أجل الغنى زي ما الناس اللي سبقوكم يعني جيل القدامى يعني ردك شنو على الاتهام ده؟ أستاذ أول حاجة في كلام يكون يعني اتهامات غلط في يعني في الوسط الفني راح الوسط الفني عام يعني فأقول كل مجتهد له مصيب نعم يعني أي إنسان مجتهد بيلقى مصيب فالكسل والله موجود أنا من الناس الكسلان يعني احتراف الاعتراف بالذنب فضيل لكن في ظروف يعني في ظروف شخصية تحكي من الزور الناس بتكون ما عندها فكرة عنها يكون عايش الفنان يعني تبعدوا من الوسط شويه يكون في فتره بعيده من الحفلات من اي حاجه من التسجيلات من جمهوره من ناس نعم ففتره بتعدي وانت بتواصل ثاني فوالله بس انا ما اعرف اقول لك شنو يعني الكسل موجود والاجتهاد موجود الحاجه بتركز على الشخص يعني طيب انت ما يعني في موعد بس هذه الحلقه انت حتكون خارج البلاد في المملكه العربيه السعوديه نعم الهدف من الزياره شنو الغرض يعني انت مسافر السعوديه لعمل لزياره لي والله انا ماشي اصلا هي الزياره دي جاتني قبل فتره طويله والغربه حاره يعني ما هي زول بيقدر يتحملها وانا من الناس اللي حيدين اقدر مش الغربه وما اقدر افوت بلدي يعني ماشي مغيم يعني انت لا انا ما مغيم والله ماشي يعني حفلات زياره 3 شهور كده 4 شهور للزول بتعرف فيها على الحاجات بشوف فيها ناس كده نعمل حفلات بيه. يعني نبشر أهل الرياض بعيد مختلف يعني إن شاء الله الرياض وجدة وكله طيب في حتة إن شاء الله طيب نغني أولا تحية للأستاذ صلاح الرشيد جددا والتحية للمشاهدين أقدم عمل ممكن من ألامي
كلمات الشاعر فيصل الماهي له التحية ولأسرته هنا. نهدي له هذه الحلقة ونقول له كل سنة وأنت طيب الأخ فيصل البعث من المملكة العربية السعودية. نعم. من ألامي يا وحي إلهامي يكون من ألامي يا وحي إلهامي ما قادر أوضح لك يا منت أحلامي مرض الصبي عطال في جوفي تمكن ومن ألامي مرض الصبي عطال في جوفي تمكن خلاني شعر بال واحتاروا لي زمن حاولت عن بعيد بقدر ما خايف من اشرح لك تبكي وعلي تحزن وكون من ألامي يا وحي إلهامي آه وكون من ألامي يا وحي إلهامي ما قادر أوضح لك يا منتهى أحلامي حجروني في المنفى ممكن عليك يا ريت حجروني في المنفى واصبحنا وحيانين مني الدمع جفا واصبحنا وحيانين مني الدمع جفا يا ريت الايام لو مر بس تصفى تجمعني بيك افراح السيره والزفه وكون من ألامي يا وحي الهامي وكون من ألامي يا وحي الهامي ما قادر اوضح لك يا منت احلامي اعذرني يا مريود ما قادر احكي لك انت الادب والذوق توب العفافي لك اعذرني يا مريود ما قادر احكي لك انت الادب والذوق توب العفا فيلك طولت شايل الليل ما بين مواويلك كيف النسيم وحواك كيف ما غنيلك نلامي يا وحي إلهامي آه مكومي نلامي يا وحي إلهامي ما قادر أوضح لك يا منت أحلامي جملة أطب الكون تهموني بالعلة خلوني باك أنوح فوق جمري بتملى جملة أطب الكون تهموني بالعلة
رغم العلي والبي يا حبي بس إلا أنا كون زيب وخواك حاشو يمين قلة ألامي يا وحي إلهامي ممكن من ألامي يا وحي إلهامي ما قادر أوضح لك يا منت أحلامي. شكرا يا بكري، شكرا لك، شكرا كثير. طيب برضو السؤال ده بالمناسبة هسأله ده موجه لكم انتوا الاثنين المعز وبكري، ويمكن يدخل معانا برضو محمد حسنين. الإيقاع عنده كثير جدا من الناس بيتهموكم انه 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 ضيعتوا الإيقاع، إيقاع الدليب المعروف الناس عرفوه وقابوا عليه ضاع. ده السبب شنو في رأيكم يعني انتوا؟ يا دكتور الزمن اللي انت بتتكلم عنه ده انت قاصد زمن الدليب في الحفلات، لكن زمن الدليب عامة كل الفنانين اللي بيغنوا في الساحة الفنية حاليا ملتزمين بزمن الدليب تماما، وعندهم أغاني قاعدة تسجل ماستر فيها زمن دليب، زمن نص، زمن وسط زي ما بقول له. لكن الحفلات بتتطلب انه الواحد يسرع الزمن فيها، لأنه أصلا الحفلات يعني حاجة فرايحية وراقصة، فعشان تقدر الرقاصة تتحرك والكرة الزر تتحرك وما مفروض تغني في زمن يكون بارد، مفروض تغني في زمن سريع. في ناس مسرعين الزمن شديد يعني أكثر من اللازم. أنا ده قصدته إنه أكثر من اللازم، لكن يعني في موجودة أي، لكن يعني حسب رؤيتي أنا في الحفلة حتى لو بقى سريع أكثر من اللازم ما إشكالية، لأنه الغنى اللي قاعد يغني في الحفلات هو غنى معروف، ما في زول داري يقعد يتابع كلمة كلمة عشان يعرفك قاعد تقول في شنو. الناس دارين الرقيص الحاصل ده ودارين البهجة دي، فما ضاع زمن الدليب. زمن الدليب يعني موجود. يعني الموضوع باختصار هسه انت لخصته في انه الموضوع موضوع رقيص بس، يعني ما في استماع للكلمة اصلا. حفلات المناسبات قاعد تكون للرقيص وقاعد تكون للبهجة، والناس قاعد تجيب الفنان عشان تنطرب وتبتهج، ما قاعد تجيب الفنان عشان تسمعه الا قليل في الزمن. يلا القليل ديل عنده الناس قاعد يقدروا يغنوا. الاجيال اللي قبلكم ما كانوا كده، لكن والله هو الزمن ماشي متطور وماشي، الزمن ماشي اسرع. التكنولوجيا دي ما خلت حياة ما سريعة. نعم يعني احنا بقينا كلنا احنا نعيب زماننا والعيب فينا، يعني دي يمكن تكون مالي زماننا عيب سوانا كما والله. لكن اقول لك حاجه، حتى لو جيت ثاني راجع للاتهام اللي انت قلته، ما احنا ضيعنا زمن الدليب، لانه ناس الطنبور ديل كلهم شغالين بمبدا وجدنا ابانا على امتنا. يلا دي مشكله، دي مشكله السودان عامه. يعني انه في مثل بيقول لا يصلح العطار ما افسده الدهر، فما ممكن انا اجي القى الزمن يسرع من زمن عيسى بروج وجا بعده بالايال ماشي اسرع، انا اجي اعدل الزمن في زمن اللي انا فيه ده وفي الجيل اللي احنا فيه ده، مع انه جيلنا ده جيل السرعه وجيل التطور اكثر من الفات ده، فانا اتنبا لك انه حيكون اسرع من كده كمان. ده رايي يعني. طيب انا شو نشوف محمد اقدر اقول حاجه، الناس اللي شغالين في الايقاع في الزمن ده شغالين بالايقاع، يعني ما ايقاع الدليب الزمان اصلا القام اللي جوه يعني اختلف. ايوه نعم، يعني لسه كثير من الناس بيشتغلوا الايقاع الفرد ما شغالين بالايقاع الاصلي، ايقاع الدليب الركبان زمان، يعني القليل منهم اللي بيشتغلوا ايقاع الدليب. وانت عازف، انت هل انت راضي عن الشيء الحاصل في الساحه يعني من؟ والله حتى انا ما راضي، يعني انا داير مداخله مع محمد حسنين. ما بقدر اغير. اذا انت داير تبقى من الجيل القديم اللي قاعد يمسكوا يدقوا الزمن القديم ما الزمن الفردي، بتاكل عيش؟ لا اكيد ما بتاكل. يعني الموضوع بقى اكل عيش، يعني ما من اجل الغنى دي كلام. طالما انت تفرغت، طالما انت تفرغت وبقيت فنان وقاعد تربط فرقه معاك يعني يغنوا معاك، اتفرغت معناها داير تاكل عيش، بتكون محافظ على التراث وفي نفس الزمن ما بتخسرك العيشك. ما عشان انا مثلا اقوم ارجع الزمن القديم وما افارق زمن الطنبور معناها ابقى زول قاعد في البيت وما قاعد اغني، حيغنوا الفنانين كلهم يسرعوا الزمن انا ابقى استفدت اي شيء. يعني مع الموجه، يعني انت بتقول انه الواحد يمشي مع الموجه يعني. والله مع الموجه في شغل المناسبات بالذات. هسه انا واحد من الناس قاعد ادافع عنه والناس انت شايفني، لكن ما قاعد اغني مناسبات كثير. انا اكثر حاجه حلقات تلفزيون، اغاني ماستر، شغل بتاع مسارح، منتديات، انا بكون متكيف في الزمن الوسط ده. ده الزمن اللي انا قاعد احب اغني فيه، لكن بدافع عن الناس دي لانه هم غلطانين. لقوا انه الشغل ده قاعد ياكل عيش ومشوا عليه وعلى كده ربنا يوفقهم ان شاء الله. نشوف راي بكري. والله انا مختلف من الاثنين. تفضل. ولا هي دي رساله. نعم. انها بتقدم في رساله. نعم.
الحياة دي انت الفنان انت اللي بتفرض نفسك على الناس، الناس ما بتفرض نفسها عليك. فانا يعني بتلاقيني مشاكل كثيرة في المناسبة، في الحفلة، الحفلة دي فيها مجموعة من الناس، في واحد جاي ينطرب، واحد جاي يسمع الطنبور، واحد جاي يسمع الإغاء، واحد جاي يشوف الكورس، واحد جاي يشوف الرقاصة، فانت بتقوم تلبي حق الناس دي كلهم. لكن الإغاء السريع انا واحد من الناس ما اقدر اشتغل به. يعني الحفلة يمكن بغني وسط عشان الإغاء السريع انت لما تغنيه بتفقد معنى الكلام اللي انت بتقول فيه. صحيح. يعني لو سمعك زول ماشي مالي ما يفهم انت بتقول فيه شنو. صحيح. لأمانة يعني. لكن في النهاية انت قلت لك كلمة انا اجيب عندها كثير، انت قلت دي رسالة. رسالة دي افترض انه فعلا الواحد يحافظ على الشيء القديم. اي. اذا كان في تغيير يكون تغيير مقبول، يعني زي السرعة اللي انت قبل قلت وجاب عيسى بروي دي ما كانت سرعة. في فنانين يعني في فنانين كبار محافظين على الحياة دي، يعني فنانين كبار ما في داعي نذكر اسامهم، لكن محافظين على انه يغنوا الاغاني الرايقة، الاغاني الباردة، الاغاني الايقاع الثقيل كذا، بغنوا مناسبات وحفلات. وين السرعة دخلها عيسى؟ ما سرعة شغالة. هي سرعة دي سرعة بتاعت سوق كده يعني يقول عليها يعني. صحيح. دخلها سرعة ما سرعة. نعم. صحيح. معز تغني. غني رجع الحبيب ليا، كلمات والحان دكتور رام قسم السيد. هي آخر الأعمال اللي سجلت. رجع الحبيب ليا بلهفة لاقيته، رجع الحبيب ليا بلهفة لاقيته،
انت في مجموعه اتهامات لجيلكم انت، وعلى فكره انتوا يمكن يكون المعز وبشير ومجموعه من 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 الشباب، ما يمكن زي الناس كلهم متفقين على انه انتوا اصواتكم جميله، ناس غنائين يعني، لكن في اشياء يفترض انه تكملوها عشان يطلق على الزول فنان. فنان دي طبعا هي لازم تدخل فيها الالتزام وحتى اللبس والاشياء دي كلها، حتى بعد ذاك نطلق على الزول كلمه فنان او على المغني كلمه فنان. انا ما اعرف موضوع الطنابير الكثير اللي قاعد تشيلوها دي برضه يمكن تكون حاجه من واحده من الاتهامات برضه، انه اي واحد شايل له 5 طنابير يعني، دي ما عارف ترجع لشنو يا معز؟ لا ترجع للسلالم، السلالم الموسيقيه بتاعت الاغاني. هسه انت اذا لاحظت انه مثلا الاورجن والعود دي الات ما محدوده، الات فيها كل السلالم الموسيقيه. الفنان وقف قال بتاع الاورجن دي نسي اللي مدو ودي سلم دو من جوا الاورجن، دي سلم فا ودي سلم فا من جوا الاورجن. يلا دمرنا فيه 5 سلوك، فيه سلم واحد، اذا وزنته دو عندك اغنيه في لا ما حدا يقدر تغنيها. لازم تشيل طنبورين. في الفتره الاخيره يمكن بقى في دوزنات مختلفه للطنبور، مثلا زي الوزن المنصوريه. توزن الوزن في طنبور واحد وتقلبه منصوريه تديك السلم العكس، ودي حلت الناس من حته ان الواحد يشيل كميه من الطنابير. لكن برضه في اشكاليه انه ما كل الناس بتعزف بالوزنات العاديه التقليديه والمنصوريه. انا زمان الناس سبقوكم حسب الناس كل الناس يعلموا كل الجميع يعلموا انه كان طنبور واحد، يعني النعام، صديق، محمد كرام الله، محمد جباره، في زمان كانوا بيغنوا بطنبور واحد، يعني اذا احتاجوا ربما تكون في وزنه ثانيه. لكن حاليا احنا بنجد هسه الناس قد بيشاهدونا قد يندهشوا انه نحن قدامنا هنا في طنبورين بس، يعني انت كل واحد فيكم جاي بطنبور واحد وغنيته حتغنوا باقي الغنى، يعني يبقى الاشكاليه شنو انه في الزول يشيل معه 5 طنابير؟ بشي بكري. والله يا اخي اول حاجه يعني المعز كلامه صح الكلام الاول اللي قاله، لكن برضه تحكمك الالحان زي ما انت قلت هسه، يعني رحمه الله عليه استاذنا وابونا النعام ادم كان بيغني بوتر واحده. نعم. دي هي العادية وبكون فيها كل الأغاني. مجموعة ألحان. الأغاني. يبقى نعم. يبقى الإشكالية شنو؟ أنا عايز أعرف الإشكالية. أنا حسب يعني خبرتي البسيطة إنه يعني الألحان ممكن يكون في عهد النعام، عهد محمد كرم الله، الفنانين الكبار طريقة كانت تختلف. هسي بقى في طريقة ثانية، الألحان بقت فيها تداخل، بقت فيها موسيقى. يعني زي ما قال المعز آلة الطنبور آلة يعني ما تدرس، آلة تتعامل معها بالفطرة. تمام. هنا بيكون في شنو؟ في الألحان هي اللي بتفرض عليك الحياة الدخلة الجديدة في أغنية الطنبور. إضافة لذلك في وزن منصورية، يعني أنت ممكن تتغني بطنبور واحد بوترتين في وترة واحدة. يعني في ألحان بتغنيها بوترة بدل ان انت ماشي معك طنبور اضافي بيكون بطنبور واحد حسب امكانيات الفنان. هي زول بتحكمه حسب حاجاته، يعني الناس هي زول عنده حاجاته الخاصه وعنده امكانياته بيقدر يتعامل بها مع شخص. يعني الجمله اللي انت قلتها دي ان احنا بنضع تحتها خط حكايه انه حسب امكانيات الفنان. يعني ما هسه انت بتغني بطنبور واحد. نعم. الخمسة طنابير دي لما تشيلها معاك في حفله هل حتغني غنى مختلف عن الغنى اللي حتغنيه هسه؟ يعني ما هو يعني الوزنه، يعني هسه انا بحلل لك حسب كلامك. هسه انا بغني بوزنه منصوريه. الالحان يعني في عندنا برضه استاذنا صديق احمد له التحيه من هنا، وربنا يدي الصحه والعافيه، بغني كان بوزنه، لكن اي اغنيه ولا اغنيه لحنها يختلف وادائها يختلف بطنبور واحد، بيكون بوزنه واحده. ايوه. الله هنا بتحكمك على الحان. انا يمكن نفسي بغني 4 اغاني مثلا 5 اغاني بوتره واحده، لكن الكلام النص اللحن طريقه الاداء بيكون مختلفات، لكن بيكون شنو؟ بوتره واحده. بوتره واحده كيف؟ اي زول بيكون يعني اقول له خبرات، يعني اي لحن انت بتبدا من سلك معين. نعم. من الوتره ذاته، يعني اي لحن بيكون عنده بدايه من سلك. ده بيغنيك عن الطنابير الثانيه كثير. ف
فده راينا كده وانا غايته بعمل كده واخونا ناخد رايك ناخد رايك. نعم. طيب الحاجه الثانيه اللي يمكن برضو الناس بيتهموكم بها, بيقولوا انتوا قمتوا براكم كده كنبت كده قاعد يقولوا شيطاني زي ما قاعد يقول او بروس يعني ما 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 استفدتوا او ما اخذتوا خبرات من الناس اللي سبقوكم زي ما عملوا الاجيال اللي قبلكم. يعني ناس صديق احمد ومحمد جباره ومحمد كرب الله اخذوا من الناس اللي قبلهم وخاصه النعام. جو الناس اللي بعدهم ناس النجار وود المساعيد وغيره 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 اخذوا من الناس اللي قبله كده تواصل الاجيال. يبقى انتوا في فترتكم دي انقطع تواصل الاجيال. نعم. ده برضو انا ما عارف انتم فهمكم شنو في الموضوع ده. والله ده كلام كبير. انا هقول لكن اتمنى انه ما يكون يعني رد فعل بالنسبه لك. لا لا اتفضل اتفضل. ايه كلام حقيقي ممكن يكون في العهد اللي انت بتكلم فيه ده كان في نادي بتاع طنبور غايم بالشباب. انت بتجي من البلد بتمشي تلقى ناس قاعدين بتقدم اعمالك بتقدم رحانك بيوروا يعني الوزن اللي انت بتغني فيه دي ما حقتك, النص اللي انت بتغني فيه ضعيف على الحان دي بتشبه كده بتستفيد بتنطلق من هنا. بس الكلام ده ما في يعني انت لو دارت الاقي فنان والله مشكله يعني الا تلفون وبرنامج طويل كده بعد ذاك بتمشي للزول. يعني انا واحد من الناس بمشي بعين بين الناس ثاني فنان عبد المسعيد له التحيه من هنا مش انا في منزل يعني بقدم الحاني اللي هو بقدم حياتي بستفيد من خبرته بينصحني على الحاجات اللي انا عملها وكده. لكن المفترض يكون في مركز يعني يلم كل الفنانين الطنبور يكون اتحاد لون يعني بس تلاقى فيه كله فترة يكون فيه يعني برنامجهم حياتهم كده فدي قضية مفترض عمران الناس الأكبر مننا. نعم هو غيابنا للطنبور يمكن يكون له تأثير تأثير يعني كبير جدا في الشيء الحاصل. نعم. طيب نحن بمناسبة التواصل الأجيال ده أنت تغني لنا شنو من الحاجات القديمة يعني يمكن أنا هقدم خاص لمعتز عبد الخالق له التحية من هنا ولأسرته ونقول له كل سنة وأنت طيب ما دام فرقتنا القسمة من الحاني شخص الضعيف. اتفضل. المعيز حنرجع عليك أنت شايف عندك رأي في الكلام اللي قاله. أنا عندي مداخلة صغيرة بس حتى إنه غياب نادي الطنبور غياب نادي الطنبور في الوقت الحالي معوضه أستاذنا الكبير عوض عبد الله مرغني له التحية فاتح بيته لكل الفنانين والكورس والشعراء وعنده لما كل يوم جمعة الناس بتتلاقى فيها تقييم أعمال بعض يتلاقوا ويتونسوا الشعراء قاعد يجوا يطرحوا الأشعار بتاعتهم إنه لو في فنان حيغنيها وإنه لو في زول ممكن يكون أكبر منه وينتقد أو يثنى عليها. عوض عبد الله مرغني حاليا يعني هو نادي الطنبور الصغير عندنا زول ابونا كلنا وان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه من في ايامه له التحيه وكل دي تظل او تبغى اجتهادات شخصيه يعني نحن نسعى او نطمح في انه يكون في وعاء جامع يعني او كبير ما يعني. يكون واحد من الناس يقدر يلم ناس جوا بيته ما صعب انه يتحدوا ويعملوا نادي ويبقوا فيه كميه من الناس لانه ده واحد لما نازل في بيته قاعد يلمه كل اسبوع. فدي بدايه يعني هي غطره لغيث ان شاء الله في الايام الجايه يكون في نادي طنبور من راس عوض عبد الله ذاته والناس يجتمع في اماكن مخصصه للطنبور باذن الله. نتمنى ذلك. تفضل يا بكري. طيب اولا التحيه مجددا للمشاهد. اولا التحيه ثاني للمشاهد والتحيه لعنات مدرمان استاذ دكتور صباح الرشيد. أنا بقدم عمل ما دام فرقتنا القسمة كلمات الشاب معتز عبد الخالق له التحية من هنا ولأسرته. رضيان النفوس مبتسمة
أديان النفوس مبتسمة استعجلت ساحة الهجمة ما دام فرقتنا القسمة كان جبت النجم لو طلته ما هو كتير عليك يا منيا وحاجة صباح أشواقي والغيم سحية في جلب ما سامحين الحصل ما درتو الزول بزعل يبقى ما جنبي بصبري ما محني واستعجلت ساحة الهجمة ما دام فرقتنا البسمة باب سكتنا قلبك بالرحيل كان هما انت قفلت باب سكتنا قلبك بالرحيل كان هما ناديتي قدر ما فتي حتى صداك ما اهتم نميتي الحنان شلتيه يا ست المحاسن الجمة خليت القلب فوق ناره يندب في النصيب والقسمة القسمة دم فرقتنا القسمة قالوا لي انت ما بنتلمة سلام ارحل بسلام ارحل بسلام ارحل بسلام ارحل بسلام يا صالحة والافراح تجيك مزدحمة ايام بلاي لا تكسى يزدي لك سبل الرحمة ما تنسيني لما تفوتي أجبر خاطري لو بكلمة ما تنسيني لما تفوتي أجبر خاطري لو بكلمة حتى على الأقل لو جيتي من أشواقنا كان ينجمة ينجمة دم فرقتنا القسمة قالوا نعم انت ما بتلمة ما دم فرقتنا القسمة قالوا نعم انت ما بتلمة نرحل كل زول في حاله وديان النفوس مبتسمة وديان النفوس مبتسمة شكرا يا بكري شكرا لك المعز انت سبق وكلمتني عن 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 اغنيه لحنتها عن طريق مدحه يا ريت تكلمنا عنها شويه
الأغنية غنية تمونة كلمات أستاذنا خالد شقوري ومن الحاني. يمكن يوم لحنت الأغنية دي كنت بسمع في مدحة، يعني كان زي ما بيقول الوجدان مشكل بمديح. نعم. في نفس اليوم جات جنحنا الأغنية أغنية وتمونة. يمكن لما أغنيها لك بتلاحظ كثير إنه فيها نفس المديح، نفس ولاد حي الماهي. طبعا نحن ناس العفاضل مقسومين جزئين، أيامية وختمية. نعم. ايوه، الطريقه الهجاميه والطريقه الختميه. اصلا العفات كلها يا اما هجاميه يا ختمي. صحيح. فنحن ناس ابوي الله يرحمه وعمامي كلهم تابعين للطريقه الهجاميه، وانا كنت احد من المادحين حقين الطريقه الهجاميه. نعم، اهل الدين ومديح يعني. أيوة. التصوف والمديح وكذا، عارف زي ما قاعد يقولوا اهل ديل انسخت وبقى يغني. لكن انا بشوف انه طالما الواحد حاسس انه عنده صوت قادر يوصل له حاجه، اذا مديح اذا غنى يواصل. بس المدحة كانت شنو انت واللحن جه في وقتها تاكدين ان المدحة ذات اللي وديتنا منها بيت كده بدون طنبور؟ ورايك شنو ذات انت قبل ما نغنيها، رايك شنو في المديح بالطنبور؟ انت نسمع رايك فيه يعني. والله انت كده تدخلني في حته ضيقه حق الدين، لكن رايي الشخصي انا انه ما في اشكاليه، ما هو الناس قاعدين يدحوا الاورجن. اذا ما في فرق بين الالات الموسيقيه، اذا كان طنبور اذا اورجن اذا عود، في النهايه النيه ادام النوايا سليمه ما في حاجه ثانيه. طيب المدحه شنو انت اللي استغيت منها اللحن وطلعت منها اللحن؟ كانت قبلي المشرفات واسمهم فاخر، ينفعني درهم في اليوم الآخر. قبلي المشرفات واسمهم فاخر، ينفعني درهم في اليوم الآخر. صادر البدر يا أمي والوجع الدورة، صادر البدر يا أمي والوجع الدورة، والشمب الغريب يا أمي كاسيها الرواح. الحال من ذرب يا أمي والغنوة والشوق في حرب يا أمي إلا بلا سلاح يا أمي. صادر بالدرب والوجعات مراح كاسيها الرواح، والغنوات فصاح بشيل رواها حين يكتر تشيب يا عمي.
عجل من نور في ظل البيوت والنسمة المعد بسموم تغشان وتفوت ويا أمن الحقيقة تحوم بينات السكوت يا شكرا والتحية للأخ الصديق الشاعر خالد شقوري وأنا أقول له كل سنة وأنت طيب. بكري من الاتهامات الكثيرة برضو اللي يجيلكم ده زي ما قبلنا قلت لكم استحملوني شوية يعني قاعد نقول لكم رأي الشارع يعني هي بيقولوا أنتوا ما جادين وغير صادقين حتى في مواعيدكم. طيب أنا برضو أرجع لك للكلام الجديد ففي اتهامات قاعد تكون ما صح. الفنان يعني لازم يكون فنان في كل حاجة في التزاماته مع الناس في مظهره في حاجاته. فنحن والله ما هي قالوا كله رأي مظل من شنو من رأيت نعم يعني أي زول بيكون في ناس بتتعامل الكلام ده يعني في ناس بيكون ما عندها مواعيد في ارتباطات ما في كده مواضيع زي دي. لكن أنا شخصياً إنه لا الفنان عشان يكون ملتزم ويكون ملتزم في كل حاجة يعني مشيك في الشارع ده بحسب عليك فنان صحيح يعني أي حاجة سمحة طلعت بتكون كويسة بالنسبة لك حاجة طلعت كعبة بتكون شنو مزول الفنان مزول يعني الفنان في الحفلة حياته كلها في الحفلة الساون على الكورز على الهناء مزول منها أنت أي حاجة حصلت غلط في النازل تكون أنت المزول نعم يعني أنت لازم تقدم مظهرك لازم تقدم حياتك تكون في مواعيدك مع الناس الناس بتحترمك تحترم نعم ده هو كلام عام طبعا هو الاتهام ده ما موجه ليكم انتم مباشره نعم. لكن ده كلام عام معز رايك شنو في الكلام ده
والله انا رايي انه هو عدم الالتزام، ده السودانيين كلهم عندهم عدم الالتزام، لكن هو زول يعني فنان بيكون عليه الانظار كثيره، لكن الفنان زيه زي باقي الناس عنده ظروف. لا انت ما بتختلف، انت بقيت شخصيه عامه وبقيت ملك للناس يعني. حاجة هو عدم الالتزام ده ما شكر، عدم الالتزام حاجه ما سمح الواحد المفروض يعني يبقى قدر كلمته، يا اما انا بقدر التزم بالموضوع الفلاني ويقضي موضوع ده ثاني، اذا حصل حتى اذا حصل ظرف انت تخلي القدامه في الورات وتمشي، يا اما من البدايه لو قلت ما بقدر ما في زول ضغطك على حاجه، لكن مرات بتحصل ظروف يعني بتحصل ظروف ومفروض الناس تتقبلها، لانه نحن ذاتنا في ناس بيلتزموا لنا بحياته ما بيقدروا، ظروفهم ما بتساعد انه الواحد يوفي، فالغايب عذره معاه زي ما قال قبل اخونا بكر بشير. فنحن بني ادمين بشر بنعذر بنعتذر، اذا يوم من الايام غلطنا في حق زول والله خلينا بالالتزام في اي حاجه، فالله بيكون ظرف جبرنا على انه نعمل كده ونتاسف عليه. انا من الناس اللي ممكن اكون يعني معلش باعتراف وقالوا اعتراف بذنب فضيل، نعم انا ممكن اكون خلفت وعدي في مناسبه اخونا الميزة يوم زواجه، عريس جديد طبعا. أيوه. هو طبعا انا كان اغيم الحفله والله ما حصل الظرف حصل انه انا ما اجي، وهو راجل فنان وانا والله احترمه شديد وراجل صاحبي وراجل اخوي يعني تقبل العذر، ده اعتراف على الـ على الـ على الملأ يعني. أيوة تحصل حاجات كده يعني للفنان يكون يعني ما بيعتبر بانه هو مثلا ما ارتباط، يعني ممكن تكون مرتبط مع شخص انت قمت تحصل لك ظروف غير اراديه، دي بتدخل في الدائره بتاعت المجاملات، ودي برضه يعني بيتهموكم بانه برضه انتم مقصرين في موضوع المجاملات مع بعضكم يعني. زمان انا بذكر انه الجميع يعلم ذلك، كان صديق احمد يسافر من ارقي يجي الخرطوم عشان يجامل زميله والعكس يعني كده، دي راحت ليه؟ لا ما راحت موجوده حتى هسه قبل 3 شهور في زواجي انا ذاتي، انا بدون ما اعرف اصلا ذاته انا ما في، اتصلوا علي ناس الحله قال لي يا اخي تعال في حفله قدام بيتك، اللي قلت خالد النجيب عامل لها حفله قدام بيتنا، مو من كرار اخونا وصديقنا الفنان مو من كرار جا غنى في حفله زواجي، مرتضى العفاض جا حفله جا غنى هناك عندنا في الدبه هناك، متوكل في الشماليه متوكل الدبه جا غنى الحفلتين حقات محمد اخوي جاملني محمد اخوي، ونحن زادنا قاعد نجامل الناس، ولما نسمع بزواج اي واحد من ناسنا في الوسط الفني حتى اذا كان زواج اخوه قاعد نمشي وقاعد نغني اليوم. انا ده كلامي ده طبعا هو عام، ما انت قد تكون ملتزم بكر يكون ملتزم لكن غيركم لا يعني. والله اذا في واحد من الفنانين شايف نفسه انه ممكن يعيش براو اشكاليه كبيره جدا جدا بدون زملائك ما بتقدر تعيش. بيشتكوا كثير، انا شخصيا سمعت كثير من حتى من الكوارث. والله ما اخش بيقولوا وزارتنا مش سمعنا، حصلت لنا كثير. طيب. يعني في التزامات كثيره ناس اخلوا بوعودهم معانا وخربوا لنا مواضيع كثيره في وسطنا الفني ده ذاته، لكن ما قاعد نحسبه من ناحيه انه الزول ده عمل الحاجه دي قاصد، قاعد نقول بس ظروف حسب نيتنا نحن البيضاء، وانه لو يوم حصل له شيء ما حنا بدله بنفس الاحساس، حنمشي له باستطاعتنا على الحاجه اللي بنقدر عليها بنعملها معه. ففي بعض الناس يعني قاعد يشوفوا انهم هم اكبر ذاته من انه يمشي يجامل زول ولا يمشي يغني لزول، ف دي مشكله كبيره جدا. طيب وده موضوع كبير يمكن احنا نرجع له في الا ما معاهم طبعا عشان ما يزعلنا في الليجن غير الموضوع. انا اعترف على الهوى يعني. بكري انت الليله مختلف عن الناس يعني شافوك ودي واحده برضه من الاشياء اللي يمكن الناس كثيرين جدا انتقدوكم فيها، موضوع اللبس. لبسكم بقى شاذ او ماشي المألوف بالنسبه لاغنيه الطنبور يعني، انا ما عارف دي برضه جايه من وين، وانت الليله بدون سديريه، السديريه دي ما حقتنا صح؟ نعم. طيب انتوا متمسكين بها ليه؟ هي مش ما حقتنا، لكن يعني الفنان لازم يكون ملم بكل الثقافات، يعني زي انت يعني فنان تغني مثلا لكل الثقافات عشان تقدم نفسك تمام، فالجلابيه هي المسار الاساسي. نعم. موجوده في الشماليه، موجوده في البطانه، موجوده في هي الجعاليه، موجوده في اي حته جلابيه، فدخل الظاهره
بتاعت الجلاليب الملون هاي ما بداية يعني دي حياة حصلت بس في وسطنا يعني. طيب هل انتم راضين عن الموضوع ده؟ والله انا شخصيا ما راضي بأمانة كده يعني ده رأي شخصي. فالإنسان يقدم حياته بحياته الأساسية هي حاجة جات جديدة وبيحتبروها شيء لونية، لكن لونية في تراث ده لا يوجد، لونية في غنى، لونية في ألحان، لونية في شيء ده موجود، لكن لونية تجيبها في تراثك صح فدي بتخرب. نعم يعني الناس بيكون قبلانين الحاجة دي، لكن أنا شخصيا معزو أنت لابس السدير عندك رأي أكيد في والله طالما أنه هو المظهر لائق وما فيه شيء جارح للحياة ما لابس حاجة قصيرة، أنا شايف إنه الموضوع ده ما فيه أي حاجة، كان جلابية حمراء كان خضراء في النهاية حق جلابية السادرة السمحة الطويلة حقتنا السودانيين ما فيها حاجة. ما زي ما قال لك بكر قبل شوية قال قلت راسك لا لا عادي نحن أسي قاعد نلبس السديرية دي كسلاوية حقت ناس كسلة، أنا ممكن الليلة أمسك الطنبور أغني غنية حقت ناس كسلة وأغني بالطنبور غنية حقت ناس كردفان بطنبوري حق الشوايق ده حق الشمالية ده، وممكن يبقى الحاجة دي سبب في تجمع الثقافات وتلاقي الثقافات. طيب ليه ما ألبس لبسون؟ لا ما ألبس ده هو ده تميزوا به يعني في شرق السودان، ما ممكن يتخلوا عن السديري والسيف والدرجة. انت ما انت 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 لما مكملين لللبس ديك السيف والدرجة والحياة دي مكملة كده خلاص بقت لبسة شرق، لكن ما فيها حاجة حتى عندنا فنانين طنبور قاعد يلبس لبسة الكسلاوين دي كاملة بالسدارية حق الكسلاوين وجلابية الكسلاوين. ما هو ده كلامنا، هل انت ما عندك زيك الخاص بك والمعروف يفترض انه تلتزم به، انت ما خلاص بقيت ملك الناس يعني عشان تقدم تراثك وثقافتك ومصهرك اللي عرفت به يفترض انه تصهر به يعني. والله انا غايته ما عارف، لكن شايف انه الموهبة حقت الغنى والصوت والعزف على الطنبور دي حاجات الواحد بيوصل بها رسالته ما بي زي معين ولا بي حاجة معينة، ولا بس امسك طنبوري ده واغني للناس اصهر لهم بمصهر سمح مصهر يعني. انت ممكن تجي هسه تكون قاعد في الكرسي ده ولابس بدلة وكرافتة يعني واغني طنبور ما شايف انه انا ما شايفه فيها اشكال، ما مرفوضة لكن جمهور الاغنية بيرفضك. والله هو انا ما بيرفضني، هو رافض الاغنية ولا لا رافض اللبس، انا غايته ده جزء مكمل ده جزء نظري. قبل يومين كان متناقش معايا استاذ عبد الله قال لي انا بجيب لك مقطع قماش اسوي لك جلابيه بيضاء البسها عشان تكمل التراث حقنا، فاجيب لك عمه تقوم تلبس جلابيه وعمه عشان تظهر في منتديات وتظهر في الشاشات زي انا كده السودان المكمل. قعدت اتكلمت معاه بالراحه وريته انه الحاجات دي أجيال وأعمار كل جيل حتى لو ما فنانين، يعني لو مركت الشارع هنا بتلقى شباب قدرنا كتار كله لابسين العلى الله والباكستانية ولابسين السديريات والطواقي المزركشة والملونة، فإذا دي هي ثقافة الجيل حقنا ده، نحن نصهر للجيل حقنا، نحن نغني لشريحة حق الشباب. في فنانين ملتزمين بزيهم لحد الليلة عثمان عبد العظيم عبد القيوم الشريف عندهم العمة والملفحة وكده، ده كان جيلهم كده يتعلموا يلبسوا كده من ما هم صغار وما كان في تطور والجري السريع حق الزمن اللي علينا الزمن ده. احنا شايفين انه كل ما يتطور الزمن كل ما يتطور لبس الناس وما بيأثر في طنبورنا ده بحاجة. انا عندي غاية رؤية في الموضوع ده حقتي شخصية يعني براي، حتى طنبورنا ذاته كان قبل فترة عندي فيه هبشات قاعد امشي ادخل فيه سلم السباعي واجيب انصاصتون في الطنبور واربعتون في الطنبور، انتقدوني في الكلام ده كتير، لكن طالما انا شايف انه انا ما داير اخرب هلا الطنبور ولا داير اخرب التراث. من زمن النعامات الطنبور فيه خمسة اوتار دي فيها خمسة اصوات معينة، لكن انا من جوا الخمسة اوتار قدرت اطلع صوتين زيادة يعني، بدل ما يحسبوه لانه اجتهاد انتقدوني فيه، لكن ما معناه حقيف الانتقاد ما معناه خلاص انك تقيف، فمرات زول ذاته بينتقدك انت بتلقى الفايدة في الانتقاد يكون نقد بناء وتلقى منه فايده بتمشي لقدام. فنحن بنشوف انه طالما هي الحاجه لايغه وما مرقت ما بقت نشاز فنحن ماشيين في السليم. بكري نغني. شكرا المعز، دي وجهه نظر يعني وجهه نظر خاصه شخصيه. نعم اولا نترحم على الفنان الاستاذ الهرم خالد الكرم يحيي لاسرته، تزعل مني له كلمات الشاعر محجوب محمد محجوب كلماته وألحانه، فإن شاء الله تنال جواب مشاهدة. تفضل. مخلص ليه وافي تزعل مني ليه وافي
تزعل من الليل كثير. بكري المعز يعني أنا بعتذر إنه الحلقة كلها كانت اتهامات والدنيا عيد، لكن أنا كنت بمثل صوت الشارع يعني، أتمنى إنه ما تكونوا زعلانين يعني من مشاهدينا الأعزاء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه في دروب محبة، وإلى أن نلتقيكم في درب آخر من دروب محبتنا. كونوا بخير وإلى لقاء. نختم يا بكري ومعز بأغنية مشتركة، تغنوا لنا أظن سوي صبر هندامك.
سوي صبري اندامك شوف هيدا بكاك يا روحي ساكت تمحك ايامي هيدا بكاك يا روحي بفكي في دمك المبهول خفف العتا لاميك والمقسوم جبر ارضيبه ما دماغ قدامي اوعيك من خيال واهي دمي عليه احلامي والدرب بلب والدر سيدو احفظ منه اقدامك يا روحي شوف هيدا بكاك يا روحي معذبة ديما يا روحي معذبة ديما معذبة ديما صرت عذيبك الغيرة نسيب النسيان كل مرة أقطع دابر سير ما راع العهود البنا ما غدر له حق جيرة راع العهود البنا ما غدر له حق جيرة مراع العهود البن لا غدر له حق جيرة مغرور ما تباري دريبو خير الدنيا بخير سوي الصبر اندامي ما يدفكاك يا روحي يا روحي المعذبة ديما معذبة ديما معذبة دي مسير تعذيبك الغيرة نسيح النساء بالمرة وقت يدابر السيرة لا راع اليهود البينة لا غدر له حقيرة اليهود البينة حقيرة مغرور لا تباري ديريبو غير الدنيا بخيرنا هيدا بكاك يا روحي انسيه النساء انسيه النساء يا روحي شيل خياله من بالي خلاك ورجع في حاله ما فيك عزالي لا قال المعذب بيخو يزال مر عن حالي وقطع فراق يا روحي كان الصبر يا حلالك يا روحي صبري اندامي شوف هيدا بكاك يا روحي البسي بعزاك يا روحي ما دام زمن جاير ودك صبرك المرقوع ودري سترة الساتر لو كان الحزن طلاقي لابد الفرح زاير الحزن طلاقي لابد الفرح زاير لو كان الحزن طلاقي لابد الفرح زاير والفرح التعب وحزان ريت يا روحي بس طاير يا روحي شوف هيدا بكاك يا روحي ساكت تضحك يا سوي الصبر اندامي شوف هيدا بكاك يا روحي ساكت تضحك يا